الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، احنا وقفنا في كتاب المهذب، كتاب الجنايات، أنه لو اجتمع قوم على قتل مؤمن، على قتل مسلم، يقتل به، يقتلون جميعا به. حديث في روحة تتقون على الحوض، في دليل على أن الصبر مكلف به حتى في عرصات يوم القيامة. هو الحق أن عرصات يوم القيامة لا تكليف فيه، ده هو وسيلة إلى ذلك، وسيلة إلى أن يلقوه على الحوض، وسيلة إلى أن يلقوه على الحوض. معناه أنهم يأتون يوم القيامة على صبر من الأواء والشدة والإثار الذي أو الأثر التي ستكون عليهم في الدنيا. وإن كان البعض طبعا وجد أن هذا مدخلا للقول على مسألة تكليف الأربعة الذين لهم الحجة، قال عرصات يوم القيامة ليس فيها تكليف، يعني الحق انقطاع التكليف بعد دخول الجنة أو دخول النار، لكن العرصات على الغالب ليس فيها تكليف، وهذا المقصود به الصبر في الدنيا على ما يحدث لهم من الأواء. قلنا بأن المذهب على وخلافا للحنابلة، وهذا قول جميل السلف والخلف، على أنهم لو اجتمعوا على قتل رجل مسلم مؤمن أنهم يقتلون به. وأن محمد حسن الشيباني قال هذا على خلاف القياس، وأحمد أيضا كما قال ابن المنذر، وهذا قول اختار ابن المنذر أيضا، قال لا يقتلون به، يقتل رجل منهم وتكون الحصص بعد ذلك على الديات. لكن أنا أريد وجهة النظر عند محمد حسن الشيباني عندما قال أن هذا على خلاف القياس. كيف ذلك؟ كيف على خلاف القياس؟ يعني قال لو قلنا بقتلهم جميعا فهذا على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ على خلاف القياس. ما في إجابة؟ أريد الإجابة، كيف على خلاف القياس؟ جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نبدأ بها إن شاء الله. الآن أريد الإجابة عن السؤال، ما أريد الإجابة عن المسألة عامة، أريد الإجابة عن السؤال. قلت محمد حسن شباني قال هذا على خلاف القياس، كيف يكون على خلاف القياس؟ هذا الأصل. محمد من الحسن شباني قال قتل الجماعة بالواحد هذا على خلاف القياس. سألتكم كيف على خلاف القياس؟ نعم، القياس أن النفس بالنفس لا بالأنفس، والأصل جاء 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 النص بذلك، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقد قال الله تعالى لكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. الحق أن نقول بل هو على وفق القياس، بل هو على وفق القياس، هذا الصحيح الراجح. فهم يقولون القياس أن النفس تقتل بنفس والدية تكون على الآخرين. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن حسم المادة وسد الذريعة وتطبيق مقاصد الشريعة لا يكون إلا على وفق القياس. من مقاصد الشريعة هو حفظ الأنفس، وحفظ الأنفس لا تكون إلا بتغليظ العقوبة، فتغليظ العقوبة هنا هو الذي كان سبيلا لحفظ الأنفس. لذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذا قتل يقتل، إذا قتلوا يقتلون. إذا لو قتلوا رجلا واحدا فيقتلون جميعا به، لا يمكن أن يتجاسر أحد أن يستهين بالدماء، والاستهانة بالدماء ليست بالهينة، الاستهانة بالدماء ليست بالهينة. فإن لم يكن يعني الأخذ بها في الدنيا قصاصا، فإن الأمر عند الله جلل، جلل في الانتقام للأنفس. أن الله تعالى قال لنفس مظلومة وعزتي وجلال أنصرنك ولا بعد حين. قال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في زيادة على الصحيحين، قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن يرفع عنه الإيمان. وكما قلنا بأن ابن عباس وهو قول زيد بن ثابت لا يرى للقاتل توبة ويراه مخلدا في نار جهنم. العقوبات الأربعة منصوص عليها في كتاب الله جل في علاه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه تعدد هذه العذابات يدل دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة النفس عند الله جل في علاه، على عظيم مكانة النفس عند الله جل في علاه. لذلك كان الذي يستهين بالدماء هذا رجل مخذول مرذول مردود، أراد الله له الهلكة والخزي والعار في الدنيا والشنار، وفي الآخرة النار. المسألة ليست بهنا عند الله جل في علاه. لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين
على سفك دم امرئ مسلم موحد واحد لأكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي سبحانه وجل جل في علاه. إذا هذا كله يبين لنا ينصب إلى مسألة عظيمة لابد أن تفهمها فقها، وهو تحقيق مقاصد الشريعة. فتحقيق مقاصد الشريعة في قتل الجماعة بالواحد. وطبعا ممكن نتكلم أننا هذا من ناحية النظر ومن ناحية الأثر معنا، فهم أسعد الناس، الشافعية أسعد الناس بالدليل أثرا ونظرا، فأسعدهم فعلا ومآلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتك التفسير دكتورة، قلنا الحرص الحرص، رجاء الحرص الحرص، ولا تأخر ولا تقاعس. فهنا ما تبناه الشافعية كما قلت يوافق الشرع، يوافق الشرع أثرا ونظرا ومآلا. ما رأيت إجابتك يا دكتورة ندى؟ ما أجبت، ما رأيت إجابتك. تقبل الله، أحسن الله عليكم. أبو الوليد تكلم، هو اللي كتب الإجابة، ما رأيت إجابات بعد ذلك. وما يقول أوصفت منع وأسدلنا على ذلك أن الحر لا يأخذ، الحر يأخذ بالعين، نفس مقابل نفس. طيب جيد، هذا فهم جيد. الأصل كما قلنا الأثر، عندنا الأثر، الأثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقد اتهم به. فهذا عندنا إجماع سكوتي، يعني كان بمحفل من الصحابة وما أحد عارض عمر بن الخطاب، كان أولا كان أولا إجماعا سكوتيا. والأمر الثاني كان الأمر الثاني أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه سنته سنة مستقلة يجب العمل بها، لا سيما أنه لا مخالف له. عندنا أصوليا أقوال أربعة في مسألة حجية قول الصاحب، لا سيما كان هذا الصاحب هو عمر الخطاب ولا أحد يخالفه. زادك الله أدبا وحرصا، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بك. فقال عمر الخطاب لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به. فهذا موافق كما قلنا لمقاصد الشريعة، موافق لمقاصد الشريعة. طيب، فرع وإن جرحه رجل جراحة يقتل أو يقتل مثلها عامدا، يعني جرحه جرح هنا يسري بحياته، فداوى المجروح نفسه بسم فمات نظرت. الآن لابد أن تنظر هذه المسألة بالله، تصوروا معي قبل أن ندخل، إذا كان عندكم حس الجريمة، يعني اسمه الحس الجريمة، حس الجريمة عندكم، ماذا تفهمون من هذه المسألة؟ كيف تتصورون هذه المسألة؟ زيد جرح عمرا بسكين، والسكين له يعني روحان كما يقولون. طيب عامدا، فالجرح قد يقتل، الجرح قد يسري إلى الحياة، فداوى الجرح، هو أغلق الجرح وداواه بسم قاتل. ماذا تفهمون من هذه المسألة؟ قبل الذهاب إليها كيف تفهمونها؟ وكيف يكون النظر فيها؟ قلنا لك يا أمولينا لما التقصير؟ لما تغيبت في الأيام الماضية؟ لما؟ نعيم أبو الوليد قال عمد القتل يقيم القصاص، أليس الذي داوى الجرح هو الذي جرح وليس المجروح؟ لا لا لا، المجروح هو الذي داوى نفسه بالسم. وتصور المسألة الآن، عندنا ميت اعتراه قتلان، قتل بالجرح وقتل بالسم، اعتراه قتلان، قتل بالجرح وقتل بالسم. هنا يبدأ التحليل والنظر، هل يكون فيها القصاص أم يكون فيها الجراحات، والنظر في الديات للجراحات، أم نقول أنه لما سارت الجناية إلى الروح صار قاتلا فيقتل به مع أنه قد قتل نفسه بالسم. هذا الذي نبحث عنه لتعلم هذا. وهذا من ضمن يعني هذه تحت أيضا مسألة إيش؟ مسألة الاشتراك في القتل. لكن بدل من أنه يشترك فيه اثنان، اشترك الذي جرح والذي مات، والميت نفسه كان متسببا في قتل نفسه بالسم. فهنا العلماء ينظرون في تفصيل المسألة، إذا داوى نفسه بالسم فالعلماء ينظرون في هذه المسألة، نظرت فإن كان سما موحيا يقتل في الحال لم يجب على الجرح قصاص في النفس. ليش؟ لأنه الثاني عجل نفسه، وأنت أيضا يا عودية الله تغيبت كثيرا، أنا أنزعج جدا من طالب علم جعل الله يسير في الطريق وتغيب، أنزعج جدا من غيابه. قلت إن كان موت فليموت في المجلس، وإن كان فوق الطاقة فليأتي بطاقة ليبقى في المجلس.
التخلف هذا ما يصح. إذن هنا قال لأنه لم يجب على الجرح قصاص، لأنه قتل سراية جرحي بالسم، قتل سراية جرحي يعني هو الجرح الذي يسري إلى الروح، هو تعجل وسم نفسه، فصار كما لو جرحه رجل ثم ذبحه ذبح نفسه. يعني رجل جرحه بخنجر فأخذ السيف فقطع رقبته، هو الذي قطع رقبته، قتل نفسه فصار قاتلا لنفسه. فلا قصاص، يبقى بينظر في الجراحات هنا والديات التي للجراحات، وإن كان السم قد يقتل وقد لا يقتل في احتمالية يعني، والغالب أنه لا يقتل، لم يجب على الجرح قصاص في النفس لأنه مات من فعلين، أحدهما عمد خطأ فهو كما لو شرك العامد مخطئا، فكان القتل هنا على عمد الخطأ فلا قصاص عليه، وإن كان السم قد يقتل وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، فهل يجب القصاص على الجرح في النفس؟ اختلف أصحابنا فيه أو اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان أنه شارك قاصدا إلى الجناية ولا يجب عليه الضمان، فهو كما لو جرح نفسه وجرحه آخر أو جرحه سبع وجرحه آخر، ومنهم من قال لا يجب. استغفر الله، كان الله في عونك والله، هذا كلام ما أستطيع أرد عليه يعني، كان الله في عونك حتى لا تسرقين أنت. طيب جزاك الله خيرا. ومنهم من قال لا يجب عليه القصاص قولا واحدا لأنه لم يقصد الجناية على نفسه وإنما قصد المداواة، فصار فعله عمد خطأ بخلاف شريك السبع وشريك من جرح نفسه فإنهما قصد الجناية. يعني أقول ليس الأمر فيها قولان بل هو قول واحد، لأنه عندما وضع السماء وضعه مداواة يداوي نفسه، فما قصد إلى الجناية، فما قصد الجناية فكان فعل عمد خطأ في هذا الباب. فرع وإن جرحه رجل فخيط جرحه فمات نظرت، فإن خيط في لحم ميت كاللحم إذا قطعه السيف فإن القود يجب على الجارح لأنه لا سراية الخياطة في اللحم الميت. يعني تعرفون يعني إيش اللحم الميت؟ اللحم الذي ذهب عنه الإحساس، العصب يعني، مات العصب. قال أنه لا سراية للخياطة في اللحم الميت، وإن خيط في اللحم الحي نظرت، فإن خاطأ المجروح بنفسه أو خاطأه غيره بأمره فليجب القوت على الجارح في النفس في طريقان، كما قلنا فيه إذا داوى جرحه بسم قد يقتل وقد لا يقتل، إلا أنه قد يقتل في الغالب. وإن خاطأه رجل أجنبي بغير إذنه أو أكرهه على ذلك وجب القوت على الجارح والذي خاطأه الجراح. يعني القواد يكون على من؟ على الجارح تسري الجراحة، وعلى الذي خاطه، وعلى الذي خاطه. لما؟ لأنه ما اشترك في قتله، هو التصور هذا التصور فيه، لأنه ما اشترك في قتله فأصبح قاتلين، فلذلك يقتل به الذي خاطه غير إذنه والذي جرحه فتسبب في قتله فقتله. لكن لابد أن تعلم لو شارك 100 واحد جرحه بسيف وجاء 100 يضربونها باليد حتى قطع أنفاسه، 100 يقتلون، الجميع يقتلون، ولا يقال أنها بالنسب. طب القياس أن من ضربه ضربة واحدة لا يقتل، لو ضربه ضربة واحدة هذه الضربة لا تزق روحه، والباقي ضربه ضربة واحدة لا تزق روحه. قلنا ليس الكلام على القياس، القياس هنا يقف أمام نص أثر عن ابن عمر بن الخطاب ويقف أمام مقصد الشريعة في هذا الباب، بل سنقول لو دققنا النظر القياس معنا ليس علينا، لأننا سنقول بأن الضربة هذه عاونت على إزاق الروح، عاونت ولو كان بشيء ضئيل أو كان بشيء قليل لكنها عاونت. نعم. وإن خاطه السلطان وأكرهه على ذلك فإن كان لا ولاية له عليه كان كغيره من الرعية فيجب عليه القواد في النفس مع الجارح، يعني يكون قاتلا مع الجارح. عليكم السلام وبركاته. وإن كان له على المجروح ولاية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو خاطها الولي عليه من غير أمر السلطان أو كان على المولى عليه سلعة فقطعها وليه فمات فهل يجب عليه القواد؟ فيه قولان، أحدهما يجب عليه القواد لأنه
جرح جرحا مخوفا فوجب عليه القوت، فعلى هذا يجب على شريكه والجرح القوت. كما قلنا الاشتراك في القتل يستوجب ويستلزم القصاص على من اشترك في ذلك. ثانيا لا يجب على القاضي لأنه لم يقصد الجناية إنما قصد المداواة، فصار فعله عمد الخطأ. طبعا هذه أيضا لابد أن تنظر فيها، أنت بتنظر أصالة فيما فعل ذلك إن أراد مداواة أم لا. لذلك شوف انظر لما خاط نفسه اختلف الحكم، لما خاطه أجنبي بغير إذنه اختلف الحكم، لأن غالب الظن أن الذي فعل ذلك أجنبيا دون أن يستأذن ودون أن ينظر في إذنه ودون أن ينظر، هذا غالب الظن أنه ما أراد المداواة، غالب الظن ما أراد المداواة. أما في فعل نفسه أراد المداواة، فلما كان أراد المداواة كانت كخطأ العمد، يعني شبه عمد. لكن الآخر كان غالب ظنه أراد قتله، فلذلك قلنا اشترك في قتله فيقام عليهما القصاص. فعلى هذا لا يجب عليه أو على شريكه القوت في النفس، ويجب على كل واحد منهما نصف دية مغلظة. ليش؟ عاملهم بشبه العمد، عاملهم بشبه العمد. وهل يكون ما وجب على الإمام من ذلك في مالي أو في بيت المال؟ في قولان، والصحيح أنه في مالي ليس في بيت المال، ليس في بيت المال، في ماله. وهنا شوف أنزل السلطان منزلة أحد الأمة، أنزل السلطان للأمر منزلة أحد الأمة في هذا الباب وطبق عليه. وإن جرح رجل رجلا جرحا وجرح آخر 100 جرح، يعني هو رجل جرحه بسيف وجاء الآخر طعنه طعنات متتالية بالسكين ثم مات، فهما شريكان في القتل. ولو كان ذا الرجل جرحه في يده، والجرح في اليد قد لا تسري إلى الروح، لكن هذه كما قلنا قد يكون شل يده حتى لا يدافع عن نفسه في الطعنات التي تأتي، يبقى ساعد في قتله ولا ما ساعد؟ إذن شارك في قتل، إذن هما في القتل سواء. هما في القتل سواء، فهما شريكان في القتل، فيجب عليهما القوت، لأنه يجوز أن يموت من الجرح الواحد كما يجوز أن يموت من 100. وإذا تساوى الجميع في الجواز فالظاهر أنه مات من الجميع، فصار قاتلين فيجب عليهما القوت. فإن عفى عنهما وجبت الدية عليهما نصفين، ولا تقسط الدية على عدد الجراحات كما قلنا في الجلاد إذا زاد جلدة على ما أمر به في أحد القولين، لأن الأصوات متماثلة والجراحات لها مور، يعني لها غور، يعني يكون غائرا في البدن، وقد يجوز أن تكون الواحدة منها هي القاتلة وحدها دون غيرها. وإن أجافه رجل الجائفة اللي هو فتح الرأس يعني حتى وصل إلى الجوف، وجرح آخر جراحة غير جائفة، يعني ما 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 كان غائرا، ما كان الجرح غائرا، ثم مات منهما فهما سواء. كما قلنا الاشتراك، شوف الرجل الذي أخذ بيده ولف الحبل على يده وأتى بحية تقرصه ألهما اشترك في القتل. هما قد اشترك في القتل. قال فهما سواء، وكون إحداهما أعمق من الأخرى لا يمنع من تساويهما، كما لم تمنع زيادة جراحات أحدهما في العدد التساوي بينهما. فرع أخير لهذه المسألة، مسألة ننتقل إلى باب ما يجب به القصاص من الجنايات. فرع: إذا قطع رجل حلقوم رجل أو مريئه الحلقوم، ثم جاء آخر فقطعه نصفين، أو خرق بطنه وقطع أمعاءه وأبانها منه، ثم جاء آخر فذبحه، فالأول قاتل، يجب عليه القوت، ولا يجب على الثاني إلا التعزير، لأن بعد الجناية الأولى لا تبقى فيه حياة مستقرة، وإنما يتحرك كما يتحرك المذبوح، ولأنه قد صار في حكم الموتى، بدليل أنه لا يصح إسلامه في هذا الوقت، ولا تقبل توبته، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا يرث، وإن جنى لم يجب عليه شيء، فصار كما لو جنى على ميت. وهنا تصور المسألة أن الروح بلغت الحلقوم، هو قطع الحلقوم فبلغ إلى الغرغرة، وأنت تعلم الأحكام مرتبة على الوصول إلى الغرغرة، وأن التوبة معروضة على الإنسان تقبل منه ما لم يغرغر، وأن موسى عليه السلام لما قال
لما قال فرعون بعد الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرعون لما قال ذلك الله جل وعلا جبريل يقول أخذت من حال البحر وضعته في فمي حتى لا تدركوا الرحمة. طب لماذا لم تدركوا الرحمة؟ لأنه انكشف الغيب عنده وصار شهادة، فكان في وضع الغرغرة. فهو لو قتل أو أجهز عليه وعنده حركة المذبوح لا تفيد، قطع الحلقوم انتهى الأمر. لما قطع الحلقوم علمنا أنه قد مات. كل شيء يأتي بعد ذلك لا حكم له إلا الافتيات على الأمر، إلا الظلم البين بعدم احترام الميت فيكون عليه التعزير. يعني لو قتله زيد وأزهق روحه وجاء الآخر شرحه كما يقولون، تشريح هذا لا حكم له، يكون عليه التعزير لأنه لم يعمل بقوله السلام كسر عظم الميت ككسره حيا. والثالث الذابح لا، ليس فيها شيء، لما خلع رأسه وليس فيها شيء. طب وش الدلالة من الشرع على ذلك يا شطار؟ يعني دلالة الأثر على هذا التوصيف، وش الدلالة على هذا التوصيف من الأثر؟ هنا يعني قد أظن أنه يصعب جدا على أحد يأتينا بذلك. يأتون بالأثر الذي يدل على ذلك. لا يأتي أحد يأتيني بالأثر يسعدني جدا، لأن أنا أعرف أنه مستبعد شوية. يأتوني بالأثر الذي يدل على ذلك. من أزهق روحه فمن جاء بعده تقطيعا فلا عبرة به. وين الإجابة يا دكتورة؟ أين الإجابة دكتورة؟ أين الإجابة؟ أنا أريد الإجابة. قلت لكم مسألة أنه إن قتل مهما يأتي بعد القتل فإنه لا يحاسب إلا الذي قتل، لا يضر الشاة سلخها بعد. نعم هذا صحيح، لكن أنا أريد النتيجة. الشيخ كان بيفطر يا أستاذ. السؤال أذكر مثال من أثر الذي جرح. أنا قلت مش مثال، أنا أريد الدليل على ذلك. نعم حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هو ليس بقاتل في حقيقة الأمر، هو ليس بقاتل. دليل حمزة رضي الله عنه وهند كانت قانا قبل إسلامية. لا 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 ليس دليلا. وقصة هند أصلا قصة مش صحيحة. نعم ما زلت أنتظر الإجابة. أو أحيله. طيب أحيله، إن أحلتم أجبت لكم، رضينا بالإحالة ما دام فوارس الميدان هم الذين أحالوا نقبل إحالة. لا ليس الصحابي، أبو جهل أعظم مثال في ذلك. أبو جهل أعظم في مثال في ذلك. حقيقة الأمر في أبي جهل يحكيها عبد الرحمن بن عوف، قال اكتنفني معاذ ومعوذ شبان يافعان صغيران، قال يا عم أين أبو جهل؟ فقال أبو جهل ما شأنكما بأبي جهل؟ قالوا سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونريد قتله. فقال دونكم هذا صاحبكم، وأشار لهم على أبي جهل. فاختلف في ضربه، اختلف معا في ضربة له، وكل منهم يقول أنا قتلته، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ركب على صدره وحز رأسه عندما قال له يا رويع الغنم قد ارتقيت مرتقا صعبا، الغلبة لمن؟ قال على ما لا يسرك يا أبا جهل. فنظر فقال ما أنا إلا رجل قد قتله قومه، فحز رأسه واتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. حز رأسه ولم يعتبر قاتلا. لما؟ لأن الضربة التي جاءته من معاذ أو من معوذ هي التي كانت قاتلة، فعد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلا. فلذلك نقول هذا أثر يبين لنا أنه لو جاء أحد فقطع الحلقوم وجاء الآخر فقر بطنه أخرج أحشاءه أو حز رأسه هذا ليس بالقتل. القصاص على من قتل الحلقوم، لأنه في هذه الحالة كانت حركاته حركة مذبوح، وكل شيء يأتي بعد ذلك لا يعتد به. وإن قطع الأول يده أو رجله ثم حز الآخر رقبته أو أجافه الأول ثم قطع الثاني رقبته في الأول جارح، يجب عليه ما يجب على الجارح والثاني قاتل، لأن بعد الجناية الأول في حياة مستقرة، يعني لا تسري، لأنه قد يعيش اليوم اليومين قد لا يموت
من هذه الجناية. طبعا هذا لازم تفهم أن تصور هذه المسألة أنهما غير متفقين، يعني توالت الضربات عليه غير متفقين في هذا الباب، ولذلك أعطينا كل حكم مستقل. لكن لو كان قد اتفق على ذلك فالجميع يقتل. لابد أن تتصور المسألة على هذه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ للتفريق بينها وبين المئة الذين يقتلون، قلنا يقتلون به على اتفاق. إنما هذه توالت الضربات، يعني هو له خصماء. جاء الخصيم الأول جرحه في يده وتركه، فجاء الخصيم الثاني جز رأسه، فالذي جرح يده يكون جارحا يعامل بالجرح، والذي حز رأسه هو القاتل. نعم ممتاز يا خارج جليس. وقد يعيش المجروح يومين وقد لا يموت من هذه الجناية، بدليل أنه يصح إسلامه وتوبته وبيعه وشراءه ووصيته. ولهذا لما طعن عمر بن الخطاب في بطني فجاءه الطبيب فسقاه لبنا فخرج من بطني، فقال له أحد إلى الناس، فعهد عمر إلى الناس ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. فعملت الصحابة رضي الله عنهم بعهده فصار كالصحيح وبالله التوفيق. ثم انتقل إلى باب آخر.